نسبة زيادة في التغطية الاجتماعية أدت إلى نسبة مداخل زيادة في مداخل صناديق الضمان الاجتماعي. لما تشوف أنه سنة 2019 كان مدخول الصندوق الوطني للكناص كان 1164 مليار دينار جزائري خلال السنة كاملة. الآن في 7 أشهر الأولى رانا في 1084 مليار دينار جزائري. كل هذه الزيادات، كل هذه يعني هذه الارتفاعات وهذه النسب الضخمة في الزيادات في المداخل صناديق الضمان الاجتماعي أثرت بالإيجاب على التقليص من خلال صندوق التقاعد، وأثرت إيجابا على إحداث توازن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. الآن رانا في 380 مليار دينار جزائري، تخفيض عن نسبة الاختلال أو العجز ب 55%. احنا رانا نطمحوا الى انه كل سنه نهبطوا ب 100 مليار دينار جزائري في نسبه العجز.